اليوم معانا بالحمراء والقرعة 2018 بورش كيمان، لو انك من جامايكا بتقولها كيمان. هاي السيارة صراحة ما بنعرفش اذا فيها محرك ولا لا، اشتريناها محركها بيجي من ورا، واخذها صاحبها على الغميضة، فاذا لقينا فيها محرك تكون حمراء، اذا فيش محرك تبقى قرعة. كيف نعرف؟ صراحة السيارة اجت من غير مفتاح، فصعب جدا ان نعرف. وهون عم بحاول، صار لي من الصبح كبس حط من غير مفتاح، من غير ما اعرف اشبك عليها كهرباء، مش عارف افتحها. طبعا تعرفوا جماعتنا هذا اللي بتلاقيه بتصور زي هيك، بحط لنا على السناب شات الصبح وبغني انا بنقي تلدقات، تعملهوش منشن بالله عليك، وبكون كياسه فيها ولا بصر ايش، بس حتى لو مع بورشه بلاش عيب، بزعلوا منا بعدين. جاهزين؟ هنرفع السياره شوي زي لفوق ونشوف اذا فيها محرك يبقى حمراء، اذا فيش فيها محرك يبقى قرعه. جاهزين؟ هنجيب الجرافه، سكر الباب عشان هذا، نرفعها ونشوف من تحت، انزلكم انتوا لانه مش عارف ادخل ورا. دخلكم انتوا جوا، المحرك مفروض يكون شكله زي، احط لكم صوره هنا زي هيك، فانتوا ادخلوا جوا وشوفوا اذا انه في قطعه من القطع اللي مبينه. انا حدحشكم هنا عشان تقولوا لي اذا شايفين اي شيء، اي فكره انه في محرك ولا لا. شو صار معاكم، حمراء ولا قرعه؟ كيف حالكم؟ نفسي انا فحماوي بس من المستقبل جيت، وانا بعمل اديتنج للفيديو شفت مطابقه الزاويه الخلفيه اليمين للمحرك مع هاي الصوره، معناته هذا هو المحرك. والله بصراحة كانت مغامرة، فألف ألف مبروك يا حج. هو بستنى الفيديو هذا عم بشوف نفس الوقت معاكم. ومين بده يشوف هيدا تقطع؟ والله قطعي 500 قطعة. تحياتي لك.